متابعين الايف مع ايت سمارت وانضمت لنا رندا فهد. رح نحكي اليوم عن اللازانيا النباتيه، كيف بدنا نحضرها، شو طريقه تحضيرها والمكونات وشو فوائدها الغذائيه. بونجور، كيفك رندا؟ يا هلا، كثير منيحه. قبل ما نبلش باللازانيا، في عنا اكيد خبريه اليوم، الدراسه يلي بدك تخبرينا عنها. مزبوط. رح اذكر المشاهدين مثل عادي تابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك تكونوا عم تتابعوني، وما تنسوا اسئلتكم اللي دائما انا بجاوب عليها، ونهار الثاني بنختار سؤال واحد وكمان بجاوب عليه على الهواء. اليوم خبريتي لها علاقه بالاشخاص اللي هن بحسوا حالهم كثير تعبانين. هيدا التعب مش عم بحكي على تعب النهار، انه اوكي انا اليوم سهرت زياده وتعبت، هيدا بصير معنا كلنا، اما على تعب عملت رياضه كثير قويه تعبت منها، بس عم بحكي على التعب هيدا بنقول له كرونيك فاتيج، التعب اللي هو ارهاق المستمر، وارهاق مستمر. وقت نقول كرونيك يعني مستمر اكثر من 6 اشهر. هلا في اشخاص بحسوا بهيدا الشعور، بحسوا انه منهم قادرين يعملوا حيلا الاكتيفيتي الكثير عاديه، ما قادرين يروحوا يمشوا، ما قادرين يروحوا يسهروا، حتى هن وعم يعملوا الشغلات العاديه اللي بدهم يعملوها ان كيس ببيتهم، اما بشغلهم بحسوا حالهم كثير تعبانين. يعني بحسوا انه على طول لازم يكونوا عم يرتاحوا 100%، وهالشيء طبعا بيؤدي الى رح يتضايقوا، رح يؤدي كمان مثل نوع من الدبرشن لهم، انه شو باني انا؟ وبيعملوا كل الفحوصات وبيطلع انه فحوصاتهم هي جيده، ما في شيء ببين غلط هون، ما عندهم نقص. طيب هون شو فينا نعمل؟ هل في اكل بيساعد؟ هلا اللي بدي اقوله انا انه ما في سحر، يعني مش رح اقول انه عندكم اكله هي اللي رح تكون سحر وهي رح تخليكم تكونوا نشطين ويمشي حالكم، بس عندنا مجموعه اشياء نحن بنحكي عنها. على الأكيد هون بدنا نحاول نحن نكون عم ننام الوقت المضبوط، واللي ما عم يقدر ينام عنده إرهاق وما عم يقدر ينام، هون بده يلتجي أكثر من الأكل كمان، بدنا نلتجي لناخذ ميلاتونين، بدنا نلتجي لناخذ، في عنا عشبة الفاليريانا كمان كثير فيها تساعدنا إنه نقدر إن نكون عم ننام. الشغلة الثانية اللي بدي أعملها، حتى لو انا تعبان او تعبان كثير، بدي احاول شوي كون عم بمشي، اعمل اكتيفيتي صغيره او اظهر من البيت او اعمل افورت اكثر من العاده، ولانه صغير، لانه كل ما نحن استسلمنا كل ما الفتيك بيزيد زياده. هلا يعني بدنا نتعب حالنا زياده تنقدر ننام، هيدا المقصود؟ لا لا، نقدر ننام، وبدنا كمان نعمل هالافورت انه نحن شوي نحرك، والا بصير معنا ديبرشن هون. هلا لارجع لموضوع الاكل، هل في اكل في ساعدنا؟ اكيد نحن هون بدنا نكون عم ناخذ الاكل اللي فيه موانع التاكسد. موانع التاكسد اكثر شيء بدي اذكر منها الفواكه، اكثر شيء بدي احكي عن الفريز، عن التوت وقتها يكون موسم، خصوصا هون بحكي على الشوكولا المر، هذا كله فيكون عم يساعدنا. من ناحية تانية بدي أحكي على الأشياء اللي هي موانع تأكسد والأشياء اللي هي ضد الالتهابات، لأن إحنا كل ما يكون عندنا التهابات كل ما رح نحس حالنا أنه نحنا كتير تعبانين، فبدنا ناكل أكل اللي هو بحارب الالتهاب. ودائما نحنا بنحكي على الأكل النباتي وبنحكي على الفيجن دايت، فالأكل اللي بحارب الالتهاب هو الخضرة، الفواكه، هو الأشياء اللي بتحتوي فيتامين سي مثلاً، بنعرف نحن كيف البندوره بتحتوي الفيتامين سي، بنعرف نحن كيف الفليفله بتحتوي فيتامين سي، الحمضيات بيحتوي فيتامين سي، الكيوي، وكمان الخضره الخضراء اللي هي بتلعب دور كثير مهم هون. فانا نصيحتي تناول التبوله والفتوش بيجوا كثير كثير مهمين بهيدا النطاق. اكيد هون بدي انتبه وقت يكون عندي كرونيك فاتيك ما يكون عم يلعب السكر بجسمي، يعني ما في هبوط بالسكر اما يعلى السكر، فتحاشي السكريات هي من الاشياء المهمه، ولكن كمان تناول الحبوب اللي هي بالحبه الكامله هي جدا مهمه، لانه هيدي بتخلي انه يرجع السكر عندي وما يعلى بسرعه كثير، فهيدي كمان شغله منيحه مهمه للكرونيك فاتيك. ممنوع ناكل وقعه كثير كبيره دغري، بينما هي الوقعه نكون عم نقسمها الى وقعات متعدده، هيدا شيء فيه يساعد، ولكن الوقعات المتعدده بده يكون فيها كل هالاشياء اللي انا ذكرتها، هالخضره اللي حكيتها انا، بده يكون فيها للطاقه الحبه الكامله
وطبعا ما بدنا ننسى تناول البروتينات اللي هي ما يكون فيهم دهنيات كبيره، كمان شغله منيحه. يعني هو الكرونيك ديزيز اجمالا بترافق الشخص كل حياته، ونحن عم نكون عم نخفف اثارها اذا تناولنا هيدي الماكولات، يعني مثل كانه عم نتحديها. مزبوط. بس هي رح تضل موجوده، هي رح تضل موجوده، بتقوى بوقت معين، يمكن ستريس معين، اما يمكن برد، يمكن هيك، وبترجع بتخف. بدي احكي بعد عن اخر اكله مهمه اللي هي الاشياء اللي بتحتوي اوميجا 3، مشان هيك تناول السمك كثير مهم، والجوز من الاشياء اللي كثير كمان مهم نتناولها خصوصا وقتها تكون باوجها. Exactly. رح ناخذ وقفه صغيره ومن بعدها بنرجع لللازانيا. لازانيا يلا. منتابع إيت سمارت مع رندا فهد، بدنا نتعرف اليوم على اللازانيا النباتية اللي محضرتي لنا إياها، هيدي وقعة كاملة 100%. هلا رح نحكي شو فيها هالوقعة، رح نحكي قديش هي مهمة بالبروتينات مع أكيد الألياف ومع النشويات والدهنيات الجيدة اللي فيها، ونشوف قديش كل واحد وقعة كاملة حسب حاجته بده يكون عم ياخذ منها، حسب إذا صايم أو لا، إذا كمان يعني بترمي الإفطار عم ياخذها ولا مزبوط. ولا إذا صايم يعني عم ياكل على الظهر مزبوط، او اذا كثير بحب قد بده ياخذ منها، او اذا بده ياخذ منها بياخذ شيء حدها. فاذا رح نبلش باول شيء بالريسيبي. الريسيبي عندي شوي اليوم، هلا رح تشوفوا شو المختلف فيها، لانه هي فيجن منا بس فيجيتيريان، يعني حتى ما بتحتوي على الحليب البقر، وحتى ما بتحتوي على ولا حليب البقر ولا الجبنه. طيب اليوم رح بلش، هلا بعد شوي رح احمل الصحن حتى هيك يبين للمشاهدين اذا شيء، اما هلا عم يبين كله عظيم. لكن انا عندي هون لازانيا شيت، بكون عم جيبهم شقف اللازانيا، بكون عم تغلي المي وبحطهم انا بقلب المي المغليه حتى شوي يطروا. لثمان شقف لازانيا، شو عامله؟ جايبه لحط بقلبهم الخضره، هي الجزر والكوسه والباذنجان. هلا انا بحط حياة الخضره موجوده عندي، وهي دائما بقولوا عندي بروكلي بحط معه بروكلي، عندي قرنبيط بحط قرنبيط، ما عندي هول، عندي ملفوف بقص الملفوف وبحطها بقلبهم. سو هيدي الخضره. هلا هول الخضره انا عم بحب اشويهم بهالايام، بحط لهم دائما رشه بهار، ملح، اوريجانو، او حيلا شيء، يمكن بيزل، حبق، اللي بدك بالطعمه وزيت. هلا بهولي ما بحط زيت، اللي عم بعمله بحط نقطة زيت على الكلينكس وبدهن الصينية وعم حطهم بفرن الكهرباء. هلا من ناحية تانية حضرنا هولي، وكمان حاطة هون نص 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 كوب من كلهم، وحاطة ربع كوب من المشروم الفريش، أما الفطر الطازج. هلا بدي احضر صلصة البندورة. صلصة البندورة عم تاخد لهالثمانية شيت، اللي هن بياكلون اربع اشخاص، عم تاخد هون راسين بندورة. قصقصت بصلة صغيرة، حطيت معها ملعقة زيت كبيرة، زيت زيتون، وهوستها هي وحصة ثوم، ومن بعدهم حطيت البندورة، بهار ملح، وحطيت الاوريجانو. مثل ما قلت، في ناس بحبوا الحبق، في ناس بحبوا الاوريجانو، انا بحط اللي موجود عندي ومش مقطوعه منه. كون عم بغليها، غلينا توميتو صوص مثل ما شفتي بتبين هون، هاي اول شيء. هلا تاني شغله بدي اعمل صوص البيضه، والصلصه البيضه هي التريك اللي انا مستعملها، انه ما فيها حليب ما فيها شيء. مزبوط. فانا عملتها من الفاصوليا. فاللي عملته انه انا سلقه نص كوب من الفاصوليا، سلقناها كثير كثير منيح، استوت كثير منيح، وبعدين رجعت بالبلندر عملت لها، خليتها تصير بطلت حبوب، يعني طحنتها، هرسناها. بعدين حطيتها على الغاز، وحطيت معها، هلا اول شيء حطيت كوب من المي، بعدين شفتها شوي بعدها سميكه، رجعت حطيت نص كوب ثاني، رجعت انا حسيت بالاخر بدي احط ليطلعوا اثنين كوب، فانا بدي المشاهدين يجربوا، يعني يبلشوا بالكوب ونص، وبعدين اذا شافوها سميكه يرجعوا يزيدوا لها مي. فاذا هي بس حطينا مي وحطينا لها البهارات اللي نحن بنحبهم. هي صارت الصلصه اللي انتم شايفينها، الصوص عندنا منا بشاميل، اما بدي اقول عندنا بشاميل بالفاصوليا البيضه.
يعني هيدا هون مصدر البروتينات عم ناخده من الفاصوليا. من الفاصوليا هلا رح نفصل بعد شوي. اكزاكتلي 100%. فنحن اللي بنعمله بنحط شوي من صلصة البندورة على الصينية، هيدي صينية صغيرة، وبنحط اللازانيا شيت، بعدين بنرجع بنحط شوي تاني من صلصة البندورة، وبنحط نص الخضرة، وكمان صلصة شيت تبع اللازانيا، صلصة بندورة. سو عملنا هون ثلاث طبقات، اوكي؟ اخر طبقه حطينا فيها الشيتس تبع اللازانيا، وحطينا فوقهم الصلصه اللي نحن شفناها هون، الصلصه البيضاء. ما فيها جبنه حتى. ما فيها جبنه ابدا، هيدي كلها هي معموله من الفاصوليا. هلا هيدي القطعه نحن اللي حكيته انا هو بده يعمل لاربع اشخاص، القطعه منه عم تطلع 300 تقريبا و30 وحده حراريه، فاذا هون هي صغيره والوحدات الحراريه هي قليله لورا، يعني اللي بده يعمل رجيم كثير يضعف بنعطيه هيدا النوع من او هالكميه من الوحدات الحراريه، ولكن في الانسان ياخذ 500 وحده حراريه قلنا او 700، او اذا واحد بحاجه اكثر بياخذ اكثر. لهالحصه هون نحن عندنا 11 جرام من البروتين وعندنا 50 جرام من النشويات، فاذا هيدي هي اللازانيا اللي نحن حضرناها. يعني هيدي هون ممكن تكون وقعه كامله اذا كترنا شوي، وممكن نعم. تكون مثلا حدا طبق ثاني اذا اخذنا شقفه صغيره مثل ما حكينا، يعني بس ال 330 نعم. كان تقريبا هيك. هلا حسب انت وين وضعك وقديش اكلي، لكن نحن هون فرضا نحن صايمين للصيام اللي رح ناكل فيه الساعه 12 وقتنا، ورجعنا على الساعه 2 3 اخذنا غدانا، ما رح نكون بحاجه اما جوعانين لغدا كثير كبير، رح ناخذ القطعه الصغيره ونحط صحن السلطه حدا، وبكون اخذين مصدر من البروتينات هون. واكيد عم نحكي على الكرونيك فاتيك، كل شيء موجود بقلب هاللازانيا هو بيساعد وايجابي. هلا في حال نحن بدنا نحكي عن افطار رمضان وانت كل النهار منك اكلي، اخذتي هيدا المصدر، هيدا مصدر للطاقه، في مصدر للبروتين منه هالقد عالي ولكن هو مصدر للبروتين، اخذتي السلطه حده بالافطار، اخذتي الشوربه هون. هلا اذا انت فيجن ما رح تقدري تقولي انا بدي ارجع اكل لحمه او سمك اما دجاج، فانت الاحسن انه تكوني اخذي الشوربه السلطه وتكبري القطعه اللازانيا اللي انت عم تاخديها. هلا اذا شخص حبها هي كاكله تغيير شكل، اخذها فيجن، وهيدا الشخص هو بياكل لحومات الى اخره، ساعتها حدا فيكون عم ياخذ اللحمه اما السمك اما الدجاج، بيكون مصدر كبير للبروتين وهون مصدر للطاقه للنشويات، وبتحتوي على كميه اقل من البروتين. فهون شو بدك تاكلي معها اما قد بدك تاكلي، طبعا هاي بيعتمد على حاجتك. يعني هذا دليل انه مش ضروري على طول يكون في لحمه باطباقنا، يعني بخصوصا بالافطار بنقدر نستبدله بشيء ثاني ونكون عم ناخذ نفس الغذاء طبعا لجسمنا. طبعا وانا عندي كثير اشخاص بيجوا على العياده عندي صايمين هلا صيام رمضان بشهر رمضان المبارك، وهن ما بياكلوا ابدا لحومات، هن فيجن، فاكيد نحن بنظبط لهم الاطباق وبنعلمهم كيف ياكلوا. طب ضروري يكون في كل يوم حبوب بوجبتهم؟ بتعرفي شو يقدروا ياخذوا البروتين؟ وقت عم نحكي عن قصدك الحبوب هن الفول وفاصوليا البقوليات، فنحن هول نوع من البقوليات اللي نحن ضروري يكونوا موجودين، او بده يكون موجود صويا، او الاكل اللي هن منه موجودين فيه بده يكون عم بطبخ بدال الرز، عم بطبخ اكثر كينوا. اما البقويت القمح الروسي هول فيهم تقريبا كومبليت بروتينز. اما لا، اوقات نحن عندنا الحبوب الكامله مثل الرز الكامل، اما الخبز مع نوع ثاني من الاكل فيهم ينجمعوا سوا ويعطونا بروتينات كامله. ميرسي كثير رندا، اكيد وصفه بتشهي كثير وغنيه وكامله 100%. عطوا الافكار جديده وحلوه، ميرسي كثير لك. مشاهدينا رح ناخذ وقفه ومنتابع من بعدها لايف.